على هامش مشاركته في قمة المناخ في اسكتلندا، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بحضور وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة رامي مرتضى. وخلال الاجتماع جدد بلينكن دعم استمرار جهود الحكومة في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وصولا إلى تنظيم الانتخابات النيابية. كما أكد بلينكن مواصلة دعم الجيش والقطاعات التربوية والصحية والبيئية. بدوره عرض الرئيس ميقاتي مقاربة الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان رغم الظروف الصعبة، كما عرض التحضيرات الحثيثة لإطلاق الخطة الاقتصادية وبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي طالبا دعم الولايات المتحدة لهذا المسار. وعقب اللقاء غرد وزير الخارجية الأمريكية على حسابه الخاص على تويتر بالقول: اجتماع مثمر مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، ناقشنا فيه الحاجة الملحة إلى تطبيق إصلاحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة العام المقبل. الرئيس ميقاتي عقد أيضا سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر الدولي أبرزها مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وجرى الحديث عن العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة والدور البريطاني في دعم لبنان لاسيما عملية النهوض الاقتصادي. كما التقى ميقاتي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وشكر كندا على احتضانها جالية لبنانية كبيرة، فيما أشاد ترودو بدور اللبنانيين في كل أنحاء كندا. واجتمع الرئيس ميقاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وبحثا الوضع اللبناني لاسيما في الجنوب والتعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفل. وقد دعا ميقاتي الأمين العام لزيارة لبنان فوعد بتلبية الزيارة قبل نهاية العام الحالي. وضمن جولته على الأجنحة التي أقامتها دول عدة ضمن المؤتمر لعرض إنجازاتها في مجال الطاقة المتجددة، التقى الرئيس ميقاتي سفير السعودية في بريطانيا الأمير خالد بن بندر وزار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة. رئيس الحكومة اجتمع أيضا برئيس مجموعة البنك الدولي وجرت في الاجتماع مناقشة مختلف المشاريع التي يعمل عليها البنك مع لبنان لاسيما في قطاع الطاقة والكهرباء وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية. واجتمع كذلك الرئيس ميقاتي برئيسة البنك الأوروبي للاستثمار وإعادة الإعمار وبحث معها التعاون بين المصرف ولبنان لاسيما مشاريع البنى التحتية والمساعدة التي يمكن أن يوفرها المصرف في مجال تمويل التجارة الخارجية وتسهيلها.